السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثاني الإعدادي مدارس اللغات. هنشتغل مع بعض النهاردة منهج الترم الثاني، بس الأول تعالوا نتعرف على محتوياته. المنهج بتاعنا الترم ده هو عبارة عن 3 units. أول unit بتتكلم فيها عن periodic motion. Periodic motion عندنا فيها 2 lessons. أول lesson اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة اسمه oscillatory motion. Lesson 2 اسمه wave motion. تمام، بالنسبة بقى ل unit 2، unit 2 بنتكلم فيها عن ال properties of sound and light. عنوان اليونت كده sound and light waves. الليسون الأولاني بتكون طبعا من 3 lessons. الليسون الأولاني بنتكلم عن properties of sound wave. Lesson 2 بنتكلم عن اللايت ويف، and lesson 3 هنتكلم فيها عن reflection and refraction of light والفرق ما بين الاثنين. اما unit 3 هنتكلم فيها عن reproduction، ودوت فيها 2 lessons. الليسون الاولاني هنتكلم فيه عن reproduction in plant، والليسون الثاني هنتكلم عن reproduction of human. يلا بينا نبدا مع بعض اول lesson في الترم الثاني بعنوان oscillatory motion. لازم طبعا الأول نفهم يعني إيه motion. motion معناها change the position of object، يبقى أنا بغير البوزيشن بتاع الأوبجكت. تمام، في عندي بقى نوعين من الموشن. النوع الأولاني اسمه translational motion، وده معناه إن الأوبجكت بيسيب مكانه وبيتنقل لمكان تاني. يعني في عندي start point وفي end point، بس الحركة دي ما بيحصل لهاش ريبيت، ما بتتكررش. إنما الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه النهاردة اللي هو النوع التاني من الموشن اسمه periodic motion. يعني ايه periodic motion؟ periodic motion معناها ان الحركة بيحصل لها repeated in equal intervals of time. repeated in equal intervals of time، بتتكرر في اوقات زمنية محددة. ودي طبعا بتتقسم لنوعين. النوع الاولاني اللي احنا هندرسه النهاردة اسمه oscillatory motion، والنوع التاني هناخده في lesson 2 اسمه wave motion. يلا بينا مع بعض نبدأ ونتعرف يعني ايه oscillatory motion. Periodic motion divided into oscillatory motion، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة، and wave motion. طيب يعني ايه oscillatory motion؟ motion of oscillatory or oscillating body around its rest point. يعني الobject بيبدأ يحصله vibration around its rest point. جميل، والmotion دي repeated through equal intervals of time، لأنها نوع من أنواع الperiodic motion. activity كده يورينا الoscillatory motion عاملة ازاي. لو احنا جبنا pencil وعلقنا فيه كده خيط فيه coin وبدأنا ان احنا نحركها يمين وشمال، هنلاحظ ان الموشن repeated around its original position. original position اللي هي البوينت A. البوينت A دي بنقول عليها original position. بيبدأ الكوين تتحرك يمين وشمال around A its original or rest point in equal intervals of time. repeated itself in equal intervals of time. بنلاحظ حاجة مهمة جدا، ان ال velocity of body بتبقى maximum at point A. يعني الفيلوسيتي هتبقى ماكسيمم عند الريست بوينت، ويبدا يحصل لها ديكريز از وي جو فار فروم ذا ريست بوينت. يعني كل ما بنبعد عن الريست بوينت كل لما الفيلوسيتي بتاعه الاوبجكت اللي بيتحرك عندي ديكريز. تمام، وترجع يحصل لها انكريز تاني لما ترجع في اتجاه الريست بوينت، وعند الريست بوينت بتبقى ماكسيمم. بتبقى ايه؟ ماكسيمم. يبقى الفيلوسيتي ريتش اتس ماكسيمم فاليو bypassing by original position near point A and decrease gradually when it goes far from it. أول لما بتوصل عند the maximum point، يعني مثلا point B أو point C، بنلاقي إن the velocity vanished، يعني equal zero. الobject يبدأ يحصل له stop وينزل تاني. نفهم من هنا إيه؟ نفهم من هنا إن البادي اللي بيتحرك أو move around its rest position where the motion repeated in equal intervals of time هنسميها oscillatory motion. طيب لما نيجي نتكلم عن ال oscillatory motion وعن ال object لما بيتحرك around its rest point، لو احنا قلنا دي ال point A وال point بدأ يتحرك هنا عند ال point B. تمام، مش هو اتحرك ب velocity وال velocity قلنا ان هي decrease. طيب مش احنا اخدنا قبل كده ان اي object بيتحرك بيبقى ليه kinetic energy، وان ال kinetic energy equal half
mass multiply squared velocity يعني half mv square. معنى كده ان في عندي relation directly ما بين ال v وما بين ال kinetic energy، يعني ال velocity increase kinetic energy increase، velocity decrease kinetic energy decrease. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان عند ال point A مش ال velocity بس هي اللي maximum، لا ده كمان ال kinetic energy هتبقى maximum. ولما يبدأ ال object يتحرك far from the rest point يبدأ ال velocity decrease ومعاها كمان ال kinetic energy decrease. وأول لما توصل عند ال maximum point أو maximum displacement زي ال point B أو ال point C يبدأ ال velocity vanish، ال object stop، وال kinetic energy برضو vanish يعني equal zero. تعالوا نشوف كده. لو قالي مثلا في الجراف أو في الرسمة اللي قدامي ال maximum kinetic energy of pendulum هتبقى at point A، طبعا at point A تمام لأن دي ال rest point. طيب ال kinetic energy vanish، كلمة vanish يعني equal A equal zero. امتى تبقى vanish؟ عند ال point P ولا A ولا C؟ طبعا هي vanish عند ال point B وعند ال point C اللي هي بتمثل ال maximum displacement. طيب تعالوا نشوف examples كده للoscillatory motion. أول حاجة spring. spring دوت يعتبر oscillatory motion، بتتحرك ال object لو احنا معلقينه زي الصورة كده هو بيتحرك vertical، ولكن بيبقى ال object اللي متعلق فيها vibrate around its rest point، يبقى أقول عليها oscillatory motion. motion of sewing برضو بتبدأ ان هي يحصل لها اهتزاز او vibration around the rest point. طالما بتتحرك around the rest point and repeat itself in equal intervals of time يبقى oscillatory motion. كمان عندنا tuning fork، عندنا stretched string، وكمان عندنا clock pendulum. الجزء اللي قدامنا ده clock pendulum ده بنقدر ان احنا نقول عليه oscillatory motion او examples of oscillatory motion. لكن لو جينا نشوف بقى الروتري بي هنلاقي ان الروتري بي ينفع اقول عليها periodic motion لكن ما اقدرش اقول عليها oscillatory motion. ليه بقى؟ هي periodic motion because it repeated regularly in equal intervals of time، هي حركة متكررة in equal intervals of time فهنقول عليها periodic motion، لكن ما اقدرش اسميها oscillatory. ليه؟ لانها not repeated on both sides، مش بتتحرك على ال both sides around its rest point. طالما الحركة مش around two sides of rest point ما ينفعش ان انا اقول عليها oscillatory motion. طيب مين هي simplest form of oscillatory motion؟ ابسط صورة للoscillatory motion هي simple harmonic motion. شكلها ايه simple harmonic motion؟ زي ما احنا شايفينها في الصورة كده، الشكل ده بسميه simple harmonic motion وبنقول عليها ان هي simplest form of oscillatory motion. في مجموعة من الكونسبتس ليها علاقة بالأوسيلاتري موشن والبروبرتيز بتاعتها لازم نتعرف عليها. أول كونسبت هناخده النهاردة amplitude. What's meant by amplitude؟ فاكرين لما كنا بنقول من شوية إن الـ velocity vanish هي الـ kinetic energy عند الـ maximum displacement. الـ maximum displacement اللي هي الـ point B أو الـ point C دي بنسميها amplitude. بنسميها إيه؟ amplitude. يبقى amplitude is the displacement، هلاقي displacement AB equal displacement BA equal AC equal CA. كل دول أنا بسميهم amplitude، كل واحدة فيهم بسميهم amplitude ودايما بيبقوا equal in value. amplitude is the maximum displacement done by oscillating body away from its original position or rest point، يبقى هي أبعد نقطة ممكن الobject يوصل لها. وطبعا بما ان هي displacement يبقى الميجرنج يونت بتاعتها متر and سنتيمتر، متر and سنتيمتر. طيب لما يقول لي مثلا في السؤال what's meant by the amplitude of an oscillating body is 2 سنتيمتر، ده معناه ايه؟ this means that the maximum displacement of the oscillating body away from its original position، ابعد نقطة هيوصل لها بعيدا عن الoriginal position هي 2 سنتيمتر. بكتب الديفينيشن والرقم بتاعي. في بقى عندي كونسبت تاني ليه علاقة بالامبليتيود اسمه complete oscillation. يعني ايه complete oscillation؟ لو بصينا على الشكل اللي قدامنا البندوليوم ده بدأ انه يتحرك from A to B، بعدين من ال B لل A، بعدين من ال A لل C،
بعدين من ال C لل A تاني. لو ركزنا مع ال point A هلاقي ان ال object اتحرك عندها كم مرة في نفس الاتجاه، ادي مرة وادي التانية. يبقى بنقول ان ال complete oscillation هي عبارة عن الحركة من ال A لل B لل A لل C لل A، يعني ال oscillating body pass by fixed point on the two paths two successive time، اتحرك عندها عدى عليها by two successive time in the same direction. وخلي بالي من حاجة مهمة جدا، ان ال complete oscillation equal four amplitude 1 2 3 4. يبقى انا عندي ال complete oscillation includes four amplitudes. ولو هو كتب لي في السؤال بدأ بكلمة amplitude يبقى انا هقول له equal كام؟ equal quarter complete oscillation. يبقى يا جماعة نخلي بالنا هو في السؤال بادئ بإيه. لو قال لي complete oscillation يبقى four amplitudes، لكن الامبليتيود quarter complete oscillation. طبعا لما اجي احسب هنا الامبليتيود على الكيرف ده هلاقي ان انا عندي الارتفاع ده او الفيرتيكال ده هو ده اللي انا بقيس منه الامبليتيود، لان هو الماكسيمم ديسبيسمنت. بنشوف البوينت دي وصلت عند كام، الماكسيمم ديسبيسمنت هو ده الامبليتيود. لما اجي احسب بقى الكومبليت اوسيليشن ادي كام امبليتيود 1 2 3 4، يبقى دي كده اسمها 1 كومبليت اوسيليشن، وادي كمان 1 كومبليت اوسيليشن، وادي الثالثه. يبقى انا عندي الجراف ده فيه كام؟ فيه 3 كومبليت اوسيليشن. طيب تعالوا نشوف كده الجراف ده. في الجراف دوت الامبليتيود in which graph amplitude is larger، احنا اتفقنا ان الامبليتيود بنقيسها ايه؟ vertical. طب تفتكروا بقى الامبليتيود هنا اكبر ولا الامبليتيود في الكيرف 2؟ طبعا كيرف 1 امبليتيود بتكون larger. طب how many complete oscillation to exist between point x and point y؟ فين البوينت x؟ اهي وادي البوينت y. تعالوا نعد مع بعض 1 2 3، يبقى فيها كام؟ فيها 3 complete oscillation. طب تعالوا نشوف الثانية من عند الاكس اهو 1 2 3 4 complete oscillation. وزي ما احنا متفقين ان complete oscillation الواحدة فيها كام amplitude؟ 4 amplitude. في بقى concept تاني هنتعرف عليه النهاردة اسمه periodic time. يعني ايه periodic time؟ It's the time taken by oscillating body to make one complete oscillation. يبقى time taken to make one complete oscillation. يعني لو جينا نحملها كده المثلث بتاعنا عشان نحسبها هلاقي ان ال periodic time السيمبول بتاعها طبعا T capital. هي عبارة عن ايه؟ time taken divided to number of complete oscillation. time taken divided to number of complete oscillation. طبعا ال measuring unit بتاعتها second. نشوف كده السؤال ده بيقول لي ايه. What's meant by the periodic time of oscillating body is 2 seconds؟ على طول احنا هنكتب الديفينيشن بتاعنا. This means that the time taken to make one complete oscillation is 2 seconds. عندنا بقى كونسبت تاني ليه علاقة قوي بالperiodic time اسمه frequency والسيمبول بتاعه F capital. طيب معناها ايه الفريكوانسي؟ It's the number of complete oscillation made by the oscillating body in 1 second. يعني لو انا جيت اعمل كده القانون بتاعه هلاقي ان الفريكوانسي equal number of complete oscillation divide time. ده عكس مين؟ عكس الperiodic time. طيب تعالوا نشوف example. لو انا عندي مثلا simple pendulum make 50 complete oscillation in 10 second، يبقى انا عندي number of complete oscillation كام؟ 50، والtime كام؟ التايم 10 second. ده معناه ان لما نيجي نحسب الفريكوانسي هنقول له 50 divide 10 ال number of complete oscillation divide time. يبقى 50 divide 10 يعني 5 oscillations per second، او ممكن يقول لي circle per second. كل دولت بيعادلوا الميجرينج يونت بتاعت الفريكوانسي اللي هي هرتز. يبقى الميجرينج يونت اللي انا بقيس بيها الفريكوانسي اسمها هرتز والاختصار بتاعها HZ. طبعا في عندنا حاجة اسمها كيلو هرتز اللي هي 1 multiply 10 power of 3 هرتز. في ميجا هرتز اللي هي 1 multiply 10 power of 3 هرتز. في جيجا هرتز اللي هي 1 multiply 10 power of 9 هرتز. يبقى دي كلها مضاعفات للهرتز.
طيب ايه يا ترى الريليشن ما بين الفريكوانسي والبيريودك تايم؟ لو بصينا على الجراف ده هلاقي ان الريليشن هنا ما بينهم inversely proportional. البيريودك تايم equal 1 over frequency، تمام؟ البيريودك تايم equal 1 over frequency، وبرضو الفريكوانسي equal 1 over periodic time. يعني معنى كده ان احنا لو عملنا للفريكوانسي والبيريودك تايم multiplication ايا كانت القيمة بتاعتهم هتبقى 1، يبقى frequency multiply periodic time equal 1، والريليشن ما بينهم ايه؟ inversely proportional. ناخد مثلا example، بيقول لي calculate periodic time and frequency for oscillating body. قال لي ان هي make 300 complete oscillation، ادي number of complete oscillation in half minute. نخلي بالنا ان احنا ما بنشتغلش بالمينت خالص، دايما التايم لازم نحوله للسكند. هاف مينت يعني 30 ايه؟ 30 سكند. طيب نشتغل مع بعض، نحسب الاول مين؟ نحسب الاول التايم بتاعنا طلع 30 سكند. البيريودك تايم القانون بيقول لي ايه؟ القانون بيقول لنا ان البيريودك تايم ايكوال تايم ديفايد نمبر اوف كومبليت اوسيليشن. التايم اللي هو 30 والنمبر اوف كومبليت اوسيليشن 300، هتطلع لنا طبعا 0.1 سكند. طب لو انا عايز احسب الفريكوانسي عندي طريقتين. الطريقه الاولى ان انا استخدم الريليشن بتاعتي ان ديفايد تايم. النمبر اوف كومبليت اوسيليشن كام؟ 300، والتايم كام؟ 30، فهتطلع ب 10 هرتز. او الطريقه الثانيه السهله ان انا على طول هقول الفريكوانسي ايكوال 1 اوفر تي، يعني 1 اوفر 0.1، وهتطلع لي طبعا بنفس النتيجه. طيب تعالوا نشوف كده في الجراف ده. هنا بيقول لنا عايز الامبليتيود. احنا اتفقنا ان الامبليتيود بنقيسه زي فيرتيكال، بنشوف اعلى نقطة موجودة عند رقم كام؟ 2. يبقى الامبليتيود ايكوال 2 سنتيمتر. طبعا احنا بناخد الميجرينج يونت اللي موجودة في الجراف. طب عايز البيريودك تايم. في طريقة سهلة جدا للبيريودك تايم. هو مش البيريودك تايم معناها time taken to make one complete oscillation، يعني التايم اللي موجود عند one complete oscillation هو البيريودك تايم. فين الكومبليت اوسيليشن؟ ادي كومبليت اوسيليشن، التايم بتاعها كام؟ 2، يبقى البيريودك تايم 2 سكند. طيب لو انا ما كانش موجود قدامي الارقام دي وموجود عندي اخر رقم بس اللي هو 5، كنت هتصرف ازاي؟ كنت هتصرف طبعا بالقانون. القانون بيقول ان البيريودك تايم ايكوال time divide number of complete oscillation. في الحالة دي أنا لازم أعد هنا عندنا كام complete oscillation؟ 1 2 and half، يبقى النمبر هنا 2 and half. التايم كان كام؟ 5، وهتطلع لي طبعا نفس البرودكت. frequency سهلة بقى، الفريكوانسي يعني 1 over periodic time، يبقى half hertz. تعالوا نشوف السؤال ده. هنا مديني الديستانس من البوينت دي للبوينت دي ب 0.5. طب هي الديستانس دي اسمها ايه؟ اسمها امبليتيود. التايم بتاعها قد ايه؟ 0.5 سكند. طب مش احنا قلنا ان الكومبليت اوسيليشن ايكوال 4 امبليتيود؟ طيب ما تيجوا نزود تايم هنا وتايم هنا، يعني هكتب هنا تايم وهكتب هنا تايم، يبقى اصبح عندي التايم اوف كومبليت اوسيليشن ايكوال 4 ملتبلاي تايم اوف امبليتيود. مين هو التايم اوف كومبليت اوسيليشن؟ هو البيريودك تايم. يبقى انا لما اجي احسب البيريودك تايم في رسمه زي دي هقول له 4 ملتبلاي التايم اوف امبليتيود اللي هو 0.5، فهتطلع لنا 2 سكند. طب افرض بقى هو كان مديني رسمه زي دي، تمام، وادي البندليوم ومديني الحركة من الإكس للواي، كان التايم فيها مثلا ب 0.05 سكند. طبعا أنا لما أجي أبص عليها هنا هشوف هل ده قد إيه للكومبليت أوسيليشن؟ هل هي كومبليت أوسيليشن ولا هاف ولا كوارتر؟ طبعا دي هاف. يعني معنى كده إن أنا عشان أحسب البيريودك تايم هنعمل 2 ملتبلاي 0.05. هو ده الفكرة أو دي أهم الأسئلة اللي ممكن تجيلي في البروبلمز عن الجزء بتاع الأوسيلاتوري موشن، وتعلمنا إزاي نحسب الأمبليتيود والبيريودك تايم والفريكوانسي.
اتكلمنا النهاردة عن موضوعنا اسمه Oscillatory Motion، وعرفنا ان Oscillatory Motion هو نوع من انواع Periodic Motion، طبعا علشان هي بتعمل Repeated to itself in equal intervals of time. بس يعني Oscillatory Motion اللي بيخص Oscillatory Motion ان هي Repeated itself around the rest point، بتبدأ تتحرك على two sides of rest point. تمام. طبعا لما اجي اتكلم عن الاوسيلاتوري موشن كان اشهر اكزامبل بالنسبه لنا هو السيمبل بندوليوم، وعرفنا مجموعه مهمه جدا من الكونسبتس كان ليها علاقه بالاوسيلاتوري موشن. عرفنا يعني ايه امبليتيود، عرفنا يعني ايه كومبليت اوسيليشن، عرفنا يعني ايه بيريديك تايم، يعني ايه فريكوانسي، وايه الريليشن اللي موجوده ما بين البيريديك تايم وما بين الفريكوانسي. اتمنى ان احنا نكون فهمنا مع بعض، واشوفكم على خير ان شاء الله، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. Good boy.